أحيي وأبارك من خلالكم كل طلبة العراق وأساتذة العراق على تخرجهم هذا العام وعلى الجهود التي بذلوها من أجل أن تنجح مسيرة العلم ومسيرة التطور في العراق. وفي الوقت الذي نحتفل فيه اليوم بتخريج هذه الدفعة من الطلبة من جامعة بغداد، يجب ألا ننسى أولئك الذين قدموا أرواحهم وهم من الطلبة، قدموا أرواحهم رخيصة للدفاع عن الوطن. اليوم أمامنا تحدي آخر، هناك تحدي الإرهاب لا زال. الإرهاب الذي نواجهه هو إرهاب فكري، هناك عقيدة فاسدة، ولهذا نحاول نخلق منظومة من التعاون بين الدول لإيقاف الدعم لهؤلاء ولإيقاف أيضاً التجنيد من الشباب. هؤلاء بفكرهم المنحرف استطاعوا أن يسيطروا على بعض الشباب للأسف ويدفعوهم باتجاه الدمار، تدمير المجتمع. أيضاً المرض الآخر الذي نواجهه والخطر الآخر الذي نواجهه هو الفساد، أن نخلق فكراً جديداً في المجتمع يرفض الفساد. علينا أن نحول الفساد إلى حالة شاذة في المجتمع. اليوم علينا أن نقضي على الفاسدين كما قضينا على الدواعش والإرهاب ونجحنا في ذلك.